رسول الله يا عطر السماء ويا ضوءا أطل من الرجاء، رسول الله يا عطر السماء ويا ضوءا أطل من الرجاء، ويا قمرا بدا فأنار ليلا ويا فجرا تبسم بالضياء، شددت النور من قلب الدياجي وسرت بعزة وبكبرياء، أقمت العدل في زمن التجني وشيدت العلا للأتقياء، وعلمت الورى درسا فدرسا من الخلق المعطر بالإباء، وكم شيدت للأيام صرحا قوي الروح مكتمل البناء، فسار إلى الأمام طريق قوم وكان يسير قبلا للوراء. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. مشاهدينا الكرام وأيها الحضور العزيز، من هذا المكان الطاهر الطيب المبارك، من هذا المكان الموصول بذكر رب العالمين سبحانه وتعالى، من جامع الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، نجدد التحية عبر ندوات ملتقى الفكر الإسلامي. وندوة اليوم بعنوان قيمة الاحترام، هذه القيمة الإنسانية التي حثت عليها الأديان السماوية في وصاياها العشر، توراة وإنجيلا وقرآنا كريما. هذه القيمة إنما تأتي جذورها من إنسانية للشعوب حتى تحيا بها مستقيمة على أخلاقها، كما يعلم العلماء الكرام أن استقامة المجتمعات هي الهدف الرئيسي من العبادات، والاستقامة التي تأتي عن طريق العبادات إنما تتجسد في المعاملات، عندما تكون المعاملات عنوانها الاحترام ومضمونها حسن الأخلاق، فإن لهذا الأمر جلل كبير في كل من يقع في قلبه سماع كلمة الاحترام وسماع المنظومة الأخلاقية. كل هذه الأمور تكون على مر العصور والزمان، فهذه القيم الإنسانية تتجذر في المجتمعات بمرور السنين. في هذه الندوة يسعدنا أن نرحب بضيوفها الكرام. نرحب بفضيلة العالم الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور حسن التلاوي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا وسهلا يا أستاذنا، وسعداء بفضيلتك معنا. ونرحب بفضيلة الشيخ الدكتور نور الدين قناوي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا يا فضيلة الدكتور نور. وأن نرحب بفضيلة القارئ الشيخ العزب سالم. وخير بداية القرآن الكريم، آيات كريمات بينات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
ومثلا للذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يكاد زيتها يضيء تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي سلام هي قد تام طلع الفجر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شكرا جزيلا لفضيلة القارئ الشيخ العزب سالم على هذه التلاوة الطيبة المباركة في هذه الندوة التي بعنوان قيمة الاحترام. هذه القيمة العالمية التي استمدت عالميتها من هذا المعنى الإنساني الكبير الذي حثت عليه الديانات وحثت عليه الحضارات والثقافات المتعددة. الكلمة الآن مع فضيلة العالم الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور حسن التلاوي وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله، في هذا الجمع وفي هذا التدافع وفي هذه الأعداد الرائعة التي نتوجه إلى الله تعالى أولا بالشكر، ثم لوزارة الأوقاف وعلى رأسها معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. فلولا النظام ولولا الإعداد ولولا التدبر ولولا العقل ولولا حب الوطن وحب الدين ما كانت هذه المنتديات وهذه المجتمعات وهذه المحاضرات التوعوية التي تدعو وتعلم وتبصر سائر الناس. قبل أن أبدأ، أعبر عن سعادتي بأن جلست بين رجلين عالمين فاضلين، أبدأ من اليمين لأنه اليمين، الأخ الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور نور الدين قناوي، عالم من علماء وزارة الأوقاف، ودعوته لا تقتصر على اللغة العربية فحسب، وإنما آتاه الله بسطة في اللغات والأفهام. وأعبر عن سعادتي الكبيرة أن جلست بجوار أخي الفاضل المهذب الخلوق المحترم دكتور عمر حرب في هذا المكان الطاهر، هذا المكان العامر، مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، وصلى وسلم وبارك على جده، اللهم صل وسلم وبارك عليه. موضوع لقاء اليوم هو قيمة الاحترام، والاحترام خلق إنساني ديني اجتماعي حضاري، كل القيم تجد الاحترام داخلا فيها. وقبل أن أبدأ، يجدر بي أن أعرف حضراتكم معنى الاحترام. يقال احترمه، أي أكبره وكرمه وأحسن معاملته وهابه ورعى حرمته، هذا كله معنى الاحترام. والإنسان يحترم كل الناس ويحترم نفسه ويحترم نبيه صلى الله عليه وسلم، فاحترامك لربك أولا ألا يراك حيث نهاك، وأن يراك حيث أمرك. وإذا كنا قد قلنا بأن من معاني الاحترام الإكرام والتكريم، فإن الله تعالى قد جعل أعلى درجات الاحترام في التقوى، فقال عز من قائل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرم الناس وأعلى الناس احتراما عند الله في قانون الله عز وجل هو المتقي. والذي يحترم نفسه لا يضع نفسه
في أماكن الشبهات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. مؤكد. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أيها الإخوة المسلمون، أبدأ بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قائدنا وشفيعنا وحبيبنا ومعلمنا، فقد علم صلى الله عليه وسلم الاحترام. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يختار لفظا يجب أن نقف عنده، لماذا اختاره دون غيره؟ قال صلى الله عليه وسلم: فناولت السواك الأصغر، أي أعطى السواك للأصغر من الرجلين. لماذا اختار صلى الله عليه وسلم لفظ ناولته دون غيره كأعطيته مثلا؟ لأن التناول والمناولة فيها جدارة، فيها أحقية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر أن يعطي السواك للأصغر اعتباطا، وإنما كانت له نية وكان له هدف، وهو أن الأصغر أولى به، إما لضعفه وإما لشيء عنده يمتاز به عن الكبير كالعلم وغيره. نأخذ هذا من أمير المؤمنين، من شاعر النبي صلى الله عليه وسلم في العصر الحديث، أحمد شوقي رضي الله عنه ورحمه الله، قال: فناول التنزيل. ناول التنزيل أي أعطاه، بلغه بدقة، بأمانة، بأحقية، بحذافيره. فالمناولة فيها شيء من الأحقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناوله الأصغر من الرجلين. ولكن عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم ونبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حبيب الله، وهو خاتم الأنبياء، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، لكنه عندما علم، عندما وجه، ووجه من جهة محترمة معتبرة، ألا وهو الأمين جبريل، عندما قيل له كبر، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه، انظروا إلى التعبير، فدفعته إلى الأكبر منهما، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. هذه هي الوقفة الأولى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم كيف يحترم، من يحترم. وبدوره صلى الله عليه وسلم علم الأمة الاحترام،
علم الأمة أن يحترم من يستحق الاحترام. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنها وذي السلطان المقسط. صدقت يا سيدي يا رسول الله. إن من إجلال الله تعالى، إجلال الله تعالى منه عناصر، منه أجزاء، منه حالات. إذا أردت أن تجل الله تعالى فلتفعل ما يأمرك به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال: بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. ذو الشيبة المسلم له حقان في الإكرام. الحق الأول الشيبة، وبذلك يدخل مع غير المسلم، يدخل مع المسلم جميع الناس وجميع الديانات التي على وجه الأرض. إكرام ذي الشيبة المسلم له إكرامان: إكرام الشيبة وإكرام أنه شاب في الإسلام. والثاني حامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه. حامل القرآن، ولم يقل صلى الله عليه وسلم حافظ القرآن، وإنما قال حامل القرآن، ليشعرنا بأن القرآن حمل، القرآن مسؤولية، القرآن ليس مجرد كلام يحفظ فيقرأ أو يتلى، وإنما هو قرآن كلام رب العالمين وما فيه من المعاني والتعليمات. والثالث إكرام ذي السلطان المقسط. ذي السلطان أي من له مكانة في المجتمع، من له درجة، من له وظيفة، من له، كل من له درجة في الناس بين الناس. إذا أردت أن تجل الله تعالى فلتحترم هؤلاء. وليس الأمر كذلك فحسب، بل جاء صلى الله عليه وسلم في الحديث التالي وأحدث مفاجأة مدوية، فحكم على من لم يحترم من يستحق الاحترام بأنه خارج عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. هل حدد صلى الله عليه وسلم هذا الكبير بأنه من فصيل كذا أو من دين كذا أو من بلد كذا؟ لا، وإنما قال شرف، والشرف لنا معه وقفة موجزة. ما معنى الشرف؟ الشرف في هذا الحديث وفي حديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. معنى هذا الحديث أن حرص المرء على المال والشرف
يفسدان دينه أشد من إفساد الذئبين الجائعين اللذين أرسلا في غنم. ما معنى الشرف؟ ما زلنا ننتظر. الشرف هو المكانة، الشرف هو المكانة العزيزة بين الناس. فإذا أنت حرصت على أن تكون ذا مكانة، وأن يجلك الناس، وأن يضعك الناس في أعلى من مكانتك، وأن يكبروك، فأنت في خطر شديد على دينك. أعود إلى الحديث الأصلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، أي مكانة الكبير. فإذا ما رأيت كبيرا في السن من أي جنس كان، فإنك إذا أردت أن تجل الله تعالى فلتكرم هذا ولتنزله منزلته اللائقة به. أيها الإخوة المسلمون، أنتقل بسرعة إلى احترام النبي صلى الله عليه وسلم. هل نحن نحترم النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أردنا الإجابة على هذا السؤال فإننا سنضطر إلى الدخول إلى الحديث الشريف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. رغم أي التصقت أنفه بالتراب إذلالا وحقارة ودناءة، من هو الذي يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه؟ ما معنى أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأن نطلب من الله تعالى أن يصلي عليه. فإذا أردت أن تصلي عليه فلتقل: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكيف يصلي الله تعالى على نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا عرفنا كيفية صلاة الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا سنصلي عليه كما ينبغي، وليس مجرد ألفاظ نقولها: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هل يعقل أنك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أن تقول: اللهم صلي على سيدنا محمد أو صلى الله عليه وسلم، تدخل في حكم قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة؟ هل أنت إذا صليت بمجرد أن تقول كذا وكذا تستوجب أن يصلي عليك الله تعالى أنت أيها العبد الفقير؟ إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمرها خطير. كيف يصلي ربنا عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا عرفنا ذلك فإننا إن شاء الله سنعرف كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء: صلاة الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الاعتناء بإظهار شرفه وتعظيم شأنه. مرة أخرى، كيف يصلي الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاعتناء على إظهار
شرفه صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم. كيف يصلي ربنا على حبيبه ومجتباه صلى الله عليه وسلم؟ يصلي عليه بالاعتناء بإظهار شرفه وتعظيم شأنه. أنت أيها المسلم الحبيب الذي تحب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تطلب من الله تعالى أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وحاشاك حاشاك أن تظن أنك بمجرد أن تطلب من الله تعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تكون قد صليت عليه، لا أبدا، مستحيل، بل إنك تكون قد صليت أي طلبت من الله تعالى الاعتناء بإظهار شرفه صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم، إنما تكون كذلك وتكون قد صليت على النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة إذا كنت أنت أيضا تعتني بإظهار شرفه وتعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم. أنت إذا اعتنيت بإظهار شرفه وتعظيم شأنه صلى الله عليه وسلم فإنك سترتكب كل صعب وسهل في أن تطبق ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي. أعتقد أنني أطلت بما لا يطاق، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأترك المجال وأسعد بالفاضل المحترم الزميل الدكتور نور الدين قناوي لأسعد وأستمع وأتعلم منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم فضيلة العالم الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور حسني التلاوي على هذه المحاضرة القيمة التي كانت ما شاء الله معين لا ينضب، حفظه الله وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر الشريف، شكر الله لكم ونفع الله بكم وبعلمكم. الكلمة الآن مع فضيلة الدكتور نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. في البداية أعبر عن سعادتي وعن الشرف الذي حصل لي بتواجدي في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وصلى وسلم وبارك على جده عليه أفضل الصلاة والسلام. وأسعد بوجودي مع هذه الوجوه الطيبة النضرة التي جاءت إلى بيت الله جل وعلا ونحن في العشر الأواخر من رمضان، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل ليلة القدر وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. آمين يا رب. الشرف كل الشرف لي أن أكون بجوار أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور حسني التلاوي وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية، شرف كبير لي وأنا تلميذ على مائدة علمه وفقهه وفهمه، كما أتقدم بالشكر لفضيلة الدكتور عمر حرب المذيع الإعلامي الكبير، بارك الله فيكم جميعا. وبالنسبة أيها الأحبة الكرام لموضوع الليلة وهو قيمة الاحترام، فبداية لابد أن نوضح أن الأخلاق في الإسلام لها مكانة عالية، فهي ركن ركين من أركان هذا الدين ودليل على فهم الإسلام وتعاليم الإسلام، فحيثما وجدت الأخلاق وجد الفهم الصحيح لدين الله جل وعلا. لذلك فإن الإسلام يعلي من هذه القيم، بل إن الإسلام يجعل الالتزام بالأخلاق عبادة لله جل وعلا، يساب الإنسان على فعلها،
وترفع من درجة الإنسان في الدنيا والآخرة عند وقوفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. تخيل، أثقل شيء في ميزان العبد يأتي به الإنسان يوم القيامة أمام الله هو حسن الخلق. لذلك فلا عجب أن يلخص النبي صلى الله عليه وسلم رسالته كلها في مكارم الأخلاق، فيقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولا تكتمل منظومة القيم والأخلاق في الإسلام أيها الأحبة إلا بتوافر خلق وقيمة الاحترام. هذه القيمة العظيمة التي هي في المقام الأول قبل أن تكون إسلامية فهي إنسانية، لا تستقيم الحياة إلا بها. لذلك يعني حديثا منظمة اليونسكو اللي هي منظمة الأمم المتحدة للتعليم والتربية والعلوم اختارت مجموعة من القيم وسمتها بالقيم النشيطة، وقالت: لابد أن تدرج هذه القيم في المناهج التعليمية وفي البلاد المختلفة، وجعلت الاحترام أول هذه القيم لأنها قيمة إنسانية كما قلت قبل أن تكون إسلامية. وحينما نعود إلى النبع الصافي إلى ديننا الإسلامي الحنيف نجد أن الإسلام كله دين يحث على الاحترام ويعلم الناس كيف يعيشون وكيف يطبقون هذا الخلق العظيم، إذ لا يمكن أن تتصور الحياة بلا احترام. يعني الحياة لا يمكن أن نتصورها أو نتخيلها بدون احترام. يعني تخيل لو أن الاحترام فقد من الأسرة، فلا احترام بين الزوج لزوجته، ولا احترام بين الزوجة لزوجها، ولا احترام بين الأولاد لأبيهم وأمهم، ولا احترام بين الأب لأبنائه وبناته، كيف يكون حال هذه الأسرة؟ وتخيل أن يكون هناك مجتمع بلا احترام في التعاملات، لا يحترم الإنسان جاره، لا يحترم الإنسان من يتعامل معه، لا يحترم الإنسان صديقه، فكيف يكون شكل هذا المجتمع وكيف تكون طبيعته؟ بل وتخيل حال العالم حينما لا يكون هناك احترام بين الدول، يعني حينما لا تحترم الدولة حق الدول الأخرى، حق الجوار وحق السلطة وحق يعني التشريع وحق كل هذه الأشياء، لا توجد احترام بين الدول، كيف يكون حال الكون وكيف تكون حال الدول؟ لذلك فإن قيمة الاحترام أيها الأحبة لا يمكن أن يستغنى عنها ولا نتصور الحياة بدونها. وحينما نأتي إلى ديننا الحنيف دين الإسلام نجد أن أوجه الاحترام تتعدد لتشمل كل مناحي الحياة، فكما تفضل أستاذنا وقال أن أولى هذه الصور هي احترام الإنسان أو احترام المسلم وتقديره لربه جل وعلا. ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق والذي برأ والذي نظم ودبر ورزق وأحيا وأمات، ألا يستحق ربنا سبحانه وتعالى أن نوقره وأن نعظمه وأن نجله جل وعلا وأن نعبد الله سبحانه وتعالى ليل نهار شاكرين لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ بل إن العبادات أيها الأحبة الكرام في الإسلام تعلمنا كيف يكون الاحترام والتقدير لله جل وعلا. في الصلاة ماذا نفعل؟ يعني حينما يضع الإنسان أعلى شيء في جسده وهو الرأس وأرنبة الأنف يضعها على الأرض في نفس المستوى الذي يضع فيه قدميه، فما هذا التعبير وعلى ما يدل؟ يدل على احترامنا وتوقيرنا وإجلالنا لربنا وخالقنا سبحانه وتعالى. وكما تفضل أستاذنا وقال أيضا من الأوجه احترام النبي وتقدير النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الأمة كلها كيف يكون الاحترام. أيضا من الأوجه أن يتعلم الإنسان كيف يحترم ذاته، كيف يحترم ذاته، والمقصود بذلك الصورة التي يظهر بها الإنسان أمام المجتمع.
فإذا كان الإنسان في حالة من الاحترام والتقدير لذاته فإن هذا ينعكس على تصرفاته وينعكس على تعاملاته مع الأفراد في المجتمع داخل الأسرة خارج الأسرة يكون ذلك واضحا. أيضا أيها الأحبة الكرام، من أوجه الاحترام هو احترام المسلم لغيره من بني البشر. وحينما نتحدث عن هذا الغير يعني نجد أن هذا الغير على درجات، يعني عبارة عن دوائر تحيط بالمسلم. الدائرة الأولى وهي الدائرة الأقرب إليه وهم أهله وأسرته وأهل بيت، كيف يكون التعامل معهم؟ الاحترام هو الأساس، فيحترم الزوج زوجته فيحسن إليها ويحسن عشرتها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمرنا الله عز وجل في كتابه فقال وعاشروهن بالمعروف، هذا أمر من الله عز وجل، والعشرة بالمعروف أثر للاحترام، فإن لم يكن هناك احترام فلا عشرة ولا معروف. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون هذا التعامل فقال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يضرب المثل ويضرب مثلا ويكون قدوتنا صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأهل وفي الاحترام. أيضا الزوجة في تعاملها مع زوجها تحترم الزوجة وتقدره، فإن لم يكن هناك احترام ضاعت العلاقات الأسرية وتدمرت هذه الأسرة. أيضا علاقة الأب بأولاده علاقة احترام وتكبير وإجلال، فبداية يربي الأب ابنه على أن يحترمه وأن يقدر والده، والقرآن يعلمنا كيف يكون احترام الأب واحترام الأم واحترام الوالدين. قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فجعل الله عز وجل احترام الوالدين وجعل البر بالوالدين وجعل الإحسان إلى الوالدين في مرتبة ثانية بعد المرتبة الأولى، وهي عبادة الله وتوقير الله وإجلال الله جل وعلا. فأي احترام وأي توقير وأي إجلال أكبر من هذا؟ وفي المقابل على الأب أن يحترم الابن، يحبه، ينفق عليه، يربيه، يعلمه، يحسن عشرته، يحترم آدميته، يحترم طفولته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترم الأطفال رغم أنه هو النبي وهو العظيم وهو المبجل وهو الكريم، إلا أنه كان يحترم الأطفال. يعني في حديث من الأحاديث يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فكان يجلس عن يمينه أطفال وكان يجلس عن شماله شيوخ، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يعطي الإناء للشيوخ، لكن الشيوخ على اليسار وهو يريد أن يبدأ أو المفروض أن يبدأ باليمين وعلى اليمين أطفال، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ استأذن الطفل الذي يجلس بجواره وقال له أتأذن لي أن أبدأ بالشيوخ؟ يعني تخيل كيف يكون الاحترام والتقدير، يستأذن طفلا صلى الله عليه وسلم فيجيب هذا الطفل، وفي رواية أخرى أن هذا الطفل كان هو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قال؟ وهو المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ما كنت لأوثر أحدا بنصيبي منك يا رسول الله. أي محبة تعلمها هذا الصبي، وأي إجلال وأي تقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما كنت لأوثر أحدا بنصيبي منك يا رسول الله، يريد أن يشرب خلف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. طيب ماذا نتعلم من هذا الأمر؟ نتعلم كيف يكون احترام الطفل وكيف يكون تقديره وكيف يكون إجلاله. ثم بعد ذلك تتسع الدائرة لتشمل المسلم، أخو المسلم. وفي الحقيقة أن الاحترام هو الأساس في تعامل المسلم مع غيره من المسلمين،
والأخوة هي الأساس. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: إجابة الدعوة وإجابة دعوته صلى الله إجابة دعوته واتباع جنازته وعيادة المريض وتشميته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك حقوق بين المسلمين جميعا، كما أخبر وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تتسع العلاقة ونحن نتحدث عن الغير الذي يعيش مع المسلم لتشمل غير المسلمين. فما هو أساس التعامل معهم؟ أساس التعامل أيضا الاحترام، كما علمنا القرآن وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما يعلمنا إياه القرآن هو الأخوة الإنسانية. فجميع البشر بغض النظر عن الاختلاف في اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، هم إخوة وأخوات. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فنحن شئنا أم أبينا ننتمي لأب واحد وأم واحدة. وحدثنا القرآن الكريم وهو يتحدث عن قصص الأنبياء كيف خاطب الأنبياء أقوامهم: وإلى عاد أخاهم هود، وإلى ثمود أخاهم صالح، وإلى مدين أخاهم شعيب. فهذا نبي مؤمن موحد بالله جل وعلا، وهؤلاء قوم كفار، ومع ذلك ذكر القرآن أخاهم. فتحدث القرآن عن أخوة الإنسانية التي ذكرها ربنا جل وعلا، تقوم على احترام النفس. قال جل وعلا: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل إيه؟ قتل الناس جميعا. لم يقل الله جل وعلا: من قتل نفسا مسلمة أو قتل نفسا مؤمنة، وإنما قال: نفسا نكرة لتشمل الجميع، لأن قدسية النفس ثابتة في الإسلام أيا كان صاحبها، لأن الخالق هو الله والمكرم هو الله. قال جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم. ذات يوم تسير جنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له الصحابة الكرام: يا رسول الله، إنها لرجل من أهل الأرض، إنها ليهودي، يعني لا داعي لأن تقف لهذه الجنازة. فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الصحابة ويعلم الأمة كلها ويعلم المسلمين كيف يكون الاحترام، فيقول صلى الله عليه وسلم: أليست نفسا خلقها الله جل وعلا؟ فاحترام هذه النفس لأنها خلق الله جل وعلا. الاحترام أيضا في المودة والتعامل. قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. المعاملة بالبر. تعرفون مع من نستعمل البر؟ نستعمل البر مع الوالدين، بر الوالدين. فالله عز وجل أمرنا أن نعامل غير المسلمين الذين يسالمون ويعيشون معنا بهذا البر الذي أمر الله عز وجل به، وأمر أيضا بالقسط في التعامل معهم، أي بالعدل. فتلك أيها الأحبة العلاقات والدوائر التي تحيط بالمسلم، ويظهر الاحترام كخلق أساس وخلق جليل وكبير في تعاملنا مع كل من يعيش معنا ومع كل من حولنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لكم، وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور نور الدين قناوي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على هذه الكلمة الطيبة والتي حقيقة احتوت على كثير من القيم الإسلامية الهامة التي ينبغي العودة إليها وينبغي التأصيل والتجذير لها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية الحديثة. يعني لا يحب أحد أن يختتم ندوة يكون فيها كل هذا الفيض من العلم الكبير وكل هذه الروحانيات التي تجمعنا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
عن طريق الحسين رضي الله عنه وأرضاه. خير ختام ابتهالات من دولة المبتهلين في جمهورية مصر العربية، هذا البلد الطيب الذي احتضن المبتهلين منذ قديم السنين وحتى هذه الأيام التي نعيشها، الابتهالات التي تشرق فيها أنوار النفس الإنسانية وتشرق بها معادن النفوس عندما تستمع لهذه الكلمات الطيبة. وأريد أن أختتم بالابتهال بعد أن أشكر ضيوف هذه الندوة الأفاضل الأكارم، فضيلة العالم الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور حسني التلاوي وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، شكرا جزيلا يا فندم، بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ الدكتور شيخ إبراهيم عبد الصالحين، وإلى لقاء آخر يتجدد إن شاء الله تعالى في ملتقى الفكر الإسلامي. حتى ذلك الحين دمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ إبراهيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طب أتى نور شفا من وجهه نادى الغرام، فزرته عند المقام وقلت أهلا عليك قد صلى الرقيب، وقلت أهلا يا حبيب عليك قد صلى الرقيب، وقفت أروي للرسول حتى أرى به الوصول، وقفت أروي للرسول حتى أرى به الوصول، إلى العلا في جنتين بصحبة مع الحسين. هيا نصلي يا كرام على النبي بدر التمام، هيا نصلي يا كرام على النبي
مسك الختام هيا هيا نصلي يا كرام على النبي بدر التمام طوبى لمن صلى وزاد يوم اللقاء نال المراد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم قمري الوجه محياه وبهي الطلة لقياه هو أعظم من خلقوا خلقا وحبيب الله مسماه صلى الله على محمد الله عليه وسلم حبيبي الله على محمد صلى الله معتدل القامة مرتسم وضاء الغرة مبتسم وكأن النور ومشرقه من وجه الهادي مسراه صلى الله على محمد الله على محمد صلى الله عليه وسلم فصدوقا كان بذمته ورحيم القلب بأمته وصبورا كم أسقوه أذان بأبي وبأمي رؤياه صلى الله محمد الله الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ووجهه بدر مدور جل من أنشى وصور رأسه مسك وعنبر شعره داج الليالي صلى الله على محمد جبين البرق يلمع خده بالنور يسطع خده للصبح مطلع عينه تأسر غزالا صلى الله عليه سيدي يا رسول الله أتيت إلى الدنيا فعشت مكرما وغبت عن الدنيا وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا عليك سلام الله عليك سلام الله في كل خفقة فقد ماتت الأسماء إلا محمدا
النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه.